وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم رمضان، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة بنها. أهلا بك معنا. وبداية، ما الأهمية والأهداف المرجوة من هذا المؤتمر؟ أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا المؤتمر هو فرصة عظيمة لالتقاء الشركات المصرية ومتخذ القرار المصريين والمسؤولين المصريين وكل من له علاقة بالنقل في مصر، ان هو يلتقي بكبرى الشركات والهيئات اللي موجودة في العالم التي تمتلك الكثير والكثير من التكنولوجيا الحديثة التي يمكن تطبيقها في مجال أنظمة النقل المتقدمة اللي هي بيسموها الـ ITS Systems أو أنظمة النقل المتقدمة، التي يمكن من خلالها أن أنا أعظم الاستفادة من نظام النقل الكويس اللي أنا بنيته. أنا عملت نظام نقل جيد، أنفقت عليه مليارات الجنيهات، واصبح دلوقتي يعني مطلوب مني كدوله مصريه ان انا بقى استفيد من نظام النقل ده قدر الامكان. احد اهم وسائل الاستفاده من نظام النقل اللي موجود ان انا اطبق انظمه النقل الحديثه فيه، ان انا اطبق التكنولوجيا اللي موجوده فيه. المؤتمر اللي شغال مدعو فيه كبرى الشركات العالميه اللي لها باع كبير في المجال ده، فهيكون الهدف منه ان احنا كمصريين نطلع اكثر على احدث ما توصل اليه العلم في المجالات المختلفه من انظمه النقل الذكيه وتطبيقاتها المختلفه على الطرق وعلى المواني وعلى المطارات وعلى السكه الحديد وغيرها. ايه افضل ما توصل اليه العلم في كل مجال من المجالات دي؟ ايه افضل الاماكن اللي موجوده ممكن نستورد منها هذا الكلام؟ ايه افضل الاسعار اللي ممكن نستفيد بيها كمان؟ ازاي ننقل التكنولوجيا دي لينا كمصريين، ان احنا ما بدل ما نعتمد عليها دلوقتي كليات من بره، ازاي نقدر مع الوقت يكون عندنا القدره ان احنا ننتج جزء او كل من هذه التكنولوجيا اللي احنا نستفيد بيها، وان شاء الله يكون عندنا امل ان احنا نفيد بيها العالم، يعني يبقى عندنا دور. فالمؤتمر ده يعني نواه لانتقال الخبرات والتكنولوجيات والعلاقات وما توصل اليه العلم من في مجال بناء انظمه النقل الذكيه بشكل عام في مصر يعني. نعم، الى اين وصلنا في هذا القطاع تحديدا؟ فكره النقل الذكي، فكره اللوجستيات، التحول للنقل الاخضر. مصر اذا اعطيت لها ترتيبا دكتور، الى اين وصلنا؟ ما الذي نحتاج إليه في الفترة القادمة لتعزيز الإمكانيات الحالية والوصول إلى الأهداف المرجوة، وطبعا في إطار استراتيجية مصر 2030؟ احنا فعليا يعني اخذنا خطوات جدية في الاتجاهين، في مجال أنظمة النقل الذكية وفي مجال الجرين ترانسبورتيشن او مجال النقل الأخضر. على سبيل المثال، احنا في مجال النقل الاخضر احنا فعليا بدانا. احنا النقل الاخضر ده يعني نقل صديق للبيئه، نقل بيحسن من خصائص البيئه بشكل عام اللي موجوده في مصر، او تاثير البيئه على العالم كله. فاحنا خطينا خطوات جديه كثيره جدا. من هيئه النقل العام مثلا بدات تعمل احلال، مش بدات، اتخذت خطوات كبيره في احلال وتجديد الحافلات التي تعمل بالسولار الى حافلات بتعمل بالغاز الطبيعي ذات احتراق، يكون تقريبا نواتج احتراق تقريبا قليله جدا او تكاد تكون صفر. ابتدت تعمل احلال لشبكات نقل تعمل بالكهرباء، ودي ملوثات تقريبا يساوي صفر. وبالتالي انا بتحول بخطى جديه جدا في هذا المجال، في مجال الجرين ترانسبورتيشن كمان، الامتداد والتوسع في شبكات نترو الانفاق. احنا نعتبر من اكبر دول الشرق الاوسط تقريبا في شبكات المترو الانفاق اللي موجوده، وده يعتبر يعني اقتحام للجرين ترانسبورتيشن بشكل كبير، لان التلوثات والانبعاثات اللي بتطلع منها بتبقى يعني تكاد تكون معدومه يعني. فكل ما بحاول احول الاعتماد على هذه الانواع من الوسائل كل ما قطعت شوط كبير، واحنا اعتقد يعني من افضل دول الشرق الاوسط في هذا المجال يعني. بالنسبه لمجال الاي تي اس،
احنا برضو بدأنا في خطوات جدية من على شبكات الطرق الكنترول سيستم او انظمة التحكم اللي موجودة على انظمة الطرق في الطرق، يعني ده نوع من انواع انظمة النقل الذكية. ان شاء الله احنا نأمل ان هو يتطبق بقى في نقل البضائع ويتطبق في المواني. في طبعا حاجات متطبقة في المواني بشكل كويس قوي، متطبق بشكل كويس قوي في المطارات. فعندنا خطوات في بعض القطاعات كويسة، عندنا خطوات في بعض القطاعات ما قطعناش فيها شوط كبير، بس إن شاء الله يعني يكون فتحة خير. المؤتمر ده تكون بداية لجذب انتباه المسؤولين والعاملين في مجال النقل في مصر، إن هم يحاول يستفيد بيه، لأن هو بيعظم يعني أميز ما يميز أو أفضل ما يميز النقل الذكي، إن هو بيعظم الاستفادة من الوسيلة، يعني يعظم الاستفادة من الطريق، يعظم الاستفادة من المركبة، يعظم الاستفادة من الميناء، يعظم الاستفادة من كل حاجة، أقصى استفادة ممكنة بأعلى كفاءة وأعلى درجات. اتضحت فكرتك دكتور إبراهيم رمضان أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة بنها، شكرا جزيلا لك.